التصور في الزهد والتصور لما تراجع كتب العلماء القديمه عند جامع البركه في القرن الرابع تعرضوا لها، والشيخ القطب رحمه الله في شرح النيل وشامله تعرضوا لها، الشيخ المسلم من اكابر الزهاد السلاك السائلين الى الله وتعرض لهذا بإداره وفي غيره بالذنب والقدح لهؤلاء الذين يعجبون عن الدنيا. الشيخ سعيد الخلبان محقق علامه، علامه موفق، كان ماسك الجناح يطير من جناحه بالدنيا والدين، بالدنيا والدين كان، كان المحقق الخليلي اسرى من دولته، اسرى من عزام بن قيس ودوله الامام بن زيد، وكان يحشد التمر بالمكسرات. شفت هذه الطريقه التي يسكن بها في الكاريبي، كان الشيخ سعيد بن خلبان قد صدق وكيف يفعل. الشيخ سعيد بن خلبان الولي الصالح النقي الذي طالما هيمن وهيمن العلامه ابو مسلم رحمه الله باشعاره وخدمها، كان هذا الرجل غايه في الزهد، وهذه هو شبيك اكثر اراضيه وزرعه لممتلكات الشيخ. وإلى الآن نعم أحفاده لبركاته لتلك الثروة العظيمة.